ولك ليش عم تستخدم ابو عزه انتو مين؟ ما هيك ابو عزه يا ابو عزه مين؟ يابي يابي الله لا يوفقك ولا يوفقك، شو جابكن لهون؟ هربانين يابي من مين هربانين؟ من مين هدول ابو عزه؟ انا بنته لك لك خلصي خلصي لك خلصي بدي عليك يا وطي انا بدي انا بدي يوووو على هالحركة لك الله لا يوفقكم لك مين انتو عم تتبلوا علينا لك روحوا من هون لا حبيبي ما عم نتبلى انا مرته وهي بنته شو طعت متجوز يا بي لا قولي يا ابو بصحك لا بي يو يضرب حظي ان شاء الله حتى لما كنت عم اولد فيكي ولادتي كانت اسرع وقالته الداية لابوكي انه انا يمكن موت ما شفته خايف عليه مثل مخايف على مرته هلا قريضه بدي الحق عليك يا امو مش بالله يا عم أوصل الحق علي لأنك ما عرفتي تخلي أبي يحبك ها أنا؟ مصاصي الشكل لا خرسي خلينا نشوف شو عم يصير أبو زوجي ولا بدي أقعد ولا دايم بهالبيت أنا معك حالي يا أبو لا تعدك يا أبي لا تعدك ما بدي أقعدك خلي 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 اشرب قهوة اشرب ما بدي يعني انت التاني كمان الله يصلحك بدل ما تفوت بيناتهم صلحة بتخربها أكتر ما بدي فوت صلحة لكن عم يتجوز عليها عم يتجوز عليها شلونك أخي ايه تعي لهون تعي ايه الله يسامحك ليش ما خليتيني بوز أخي أنا أختك واسمي سحر شو ها أنا مالي مصدق إنه أبي لهلا متجوز على أمي، بدي صدق إنه عندي أخت مثلك قد الشنتيرة، أنا أختك سحر وبتبقي بعدين بتبوسي حبيبتي، لا إله إلا الله، من طلعت لي قولي قولي، معقولة عرفوا مكاننا دخيلك وإذا عرفوا يعني من شو خايفة؟ والله خايفة خايفة وعزه هون روحي روحي تخبي فوق روحي يلا يلا تحت روحي انتي معها كمان وانتي روحي فوتي على غرفتي ايه. من الواد اللي عم يدق الباب هيك ها؟ لحظة انت هون وين رايك؟ هدي شبك هيك شو في؟ شو بدكم مني؟ منك ما بدنا شيء لكن من مين؟ من بشيرة وبنتها مين هي بشيرة وبنتها؟ أنا مالي سمعان بهالأسماء اسمع لإلها بتسلمنا إياهم بالزور أحسن ما ناخذهم منكم الزور يا عمي الله يوفقك عم قلك أنا ما بعرف حدا بهالاسم خلوني فوت على بيتي هدي أنت متأكد إنك شفتهم فاتوا على هذا البيت؟ بعيون التنتين شفتهم حتى سأل عبده بعيون التنتين اللي بدي أكلهم الدود شفتهم كذابين الله وكيلك كذابين شو كذابين؟ حملوه خذوه لك وين؟ لك وين؟ إن شاء الله يا أبي روح يا أبي يا أهل البيت ما بيرجع لحتى تسلموني بشيرة وبنتها فهمانين؟ حيايا طلعي أنت وياها شوف من حياة يا ولاد اقسم بالله اذا بيصير شيء على عزه لحتى احسب الله ما خلقكم انت وياه فهمانين يو احاج تطولي وتقصري حبيبتي روحي نادي لابو عزه خلي يخلص ابنه من ايدين هالزعره زعره قولي على طول قولي لساتك واقفه قولي عليك شو مسطيشه روحي نادي له الله لا يوفقكم الله لا يوفقكم الله لا يوفقك انت قولي على عيوني عنك يا أخي يو شبان النزير كان بده يخطبني ويتجوزني أي لأ يا مو لأ أنا سمعته عم بيقلك إنه هو ما أخرج جواز خلصي ولا وشو بده من ابني خطفه خطفه لأنه طلع رجال وما سلمون يعني هيوة وهلا شو بده بدهن 30 ذهبة قال راسهم وألف سيف إنه أنا أخدتهم لأنه كانوا عندي بالبيت واستفقدوهم وما لقوهم هيك لكان؟ ايه ومن وقت أعطاني مهلة قال يا برجعون يا بده يقتلني يا عمي ونحن هربنا لعندك فورا يا ريت وقتلك وخلصني منك يو ام علي عرفاني انه حاطط لي رقب وعرفاني وين رايحة وين جاية
هاي مصاريك. يلا خاطركم على العون. قديش هدول؟ 30 ذهبي. هاي عم يقول 30 ذهبي. بشيرة وينها؟ مصاريك وصلوك، شو بدك ببشيرة؟ ليك للأمانة أنا بشيرة كنت ناوي حاسبها على اللي عملته، بس كرمالك كرمال جيتك لهون ولأنك غالي علي كثير، اترك بشيرة بحالها وآخذ الذهب. يلا خاطركم، هي صار الذهبات معه. اقعدوا. الله يخلينا نروح. شو عليك؟ سيك حطها جوا. مرت عمي انت ليش لا تسمحي لها؟ يا مرت عمي انت ست الكل، بعدين انت مرته قدام العالم كله، وهذا البيت لإلك مو لإلون. مزبوط معك حق. بعدين الله يوفقك يا مرت عمي، لا تخلي حدا يخرب لك هي العيلة اللي انت تعبتي عليها. خير يا مو بعتي وراي؟ هذا ساقط مفتاح البيت تبع الكره. ايه؟ بتاخذ بشيرة وبنتها بتاخذهم لاني وما بتخليهم ناقصهم شي بالمرة. سمعت شو قلت لها؟ لمن بدي ياخذهم؟ بتاخذهم على البيت تبع الكره امي مسيك. ماشي يا مو، معناتها خليهم يجهزوا حالهم. يلا. ها ظابطة؟ انت شو عم تحكي يا مو؟ شو عم بحكي؟ خلص هلا انا بروح على هذا بيت الكره اللي عم تحكي عنه ام عزو، وانتي خليكي هون. يا بدك تتركيني لحالي يا ابو؟ لك امو لحالي مع اخوكي ومع ابوكي، وببقى انا بشق عليكي بين وقت والتاني. يلا خاطري عزو. لك يا بنت الحلال، لك والله ما كنت بدي اتجوزها وندمان كثير لاني تجوزتها، بس انت اصل السبب، كنتي حداني والرجال ما بيقدر يقعد بدون مرأة، ومن وقت ما جابت هالبنت ما بدي اياها هالبنت، بدها تتركها، لذلك انا عم بعطيها مصاري مشان ما تتركها. وانت كمان مديت ايدك علي يوميتها لما حددت انا ولي على قلبي عليها البنت شو مظلومه. لك بس انا مديت ايدي عليك ضرب الحبيب زبيبه بحبك. خلص ابن عمي، خلص ابن عمي، حاج تحكي بقى. والله بموت على الأرض اللي بتمشي عليها. شكلها الآن البنت ولي على طولي مثل النار. عزو يا عزو، جيبي حكيم. والله المريضة مقربة قريب قوي، وأنا عطيتها دواء هلا، بس أنتوا عليكم اطعموها منيح، وإن شاء الله خلال أيام بتتحسن. كتر خيرك، إن شاء الله إن شاء الله. يلا فضل. بالإذن فضل. الله معك. عليها العافية إن شاء فضل. الله الله يعافيك. أنت مريضة وأنا لازم أعتني فيك. كل عمري لما ببرد ما حدا بيهتم فيني. ليش أمك ما كانت تعتني فيكي؟ لا، أنا لحالي بداوي حالي وبرجع أحسن. أمي على طول مشغولة عني. يا بشو كانت مشغولة؟ ضلها مشغولة مع النسوان، وإذا ما كانت مشغولة مع النسوان تكون عم تظبط لها شي جاهزة. مو بس هيك، ما بتطبخ لا بتعمل شيء ولا حتى بتهتم فيني، الا قبل ما يتقرب جيت ابي لعندي. بس بده يجي ابي تهتم فيني مشان يعطيها مصاري اكثر، يعني مو مشاني. هات الحمى عليكي، لا حول ولا قوه الا بالله. يا هلا بتنزل حضرتك بنتي، كلي كلي. كلي أحسن ما أكل لك يا هونو. يلا كلي. أنت شو جابك لهون؟ جاي شوف بنتي. تعي تقبريني، تعي تعي تقبريني. لما كانت مريضة حبيبتي أنت ما كنت تشوفيها، هلأ جاي تشوفيها؟ يا أبى
بتكون مقطوعه من المصاري وجاي تاخذ مصاري. شو هالحكي اللي عم تلعيه؟ مزبوط كلامي يا امو؟ لا ماله مزبوط حبيبتي. شو نسيتي انا امي؟ انت شو؟ انت امي؟ ولك انت بحياتك ما اهتميتي فيني ولا عطيتيني الحب ولا عطيتيني الحنان. تركتني عندها بس مشان ابي ما يزدها، بس مشان ابي يعطيها مصاري. يا شو هالحكي هذا يا لطيف؟ ولك انا بحياتي ما حسيت شو يعني ام، بحياتي ما حسيت شو يعني حنان لبعد ما تعرفت هاي الحنونه اللي دارت بال علي وحنت علي وسهرت علي الليالي وانا مريضه، لك اللي عامله عيني بتاخذ العقل. الله يخلي لي اياكي يا تاج راسي. فوتي كمان الله يخلي لي اياكي. فوتي يا امو فوتي لقلك، فوتي فوتي لجوا. شوفي وليه ما بدي اشوف خلقتك هون، فهمتي ولا ما فهمتين؟ إلعي من هون. يا 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 اي الله يسامحكم الهي، اي الله لا يسامحكم. تسمحيلي قلك أمي؟ توبري قلبي، أنا حسيتك كأنك أنت بنتي. سعي رب العالمين ما طعمني غير هذا الصبي، بس صدقيني حسيتك إنه قطعة من قلبي. إن شاء الله توبري توبري قلبي. الله يحميكي يا رب.